حقا كلاهما شر وبال على الجزائر. ربما طباعة النقود أهون وأقل شرا من الاستدانة الخارجية. نعرف جميعا أن الاستدانة الخارجية لها شرورها أكثر من خيرها. نتمنى أن تفعل البلاد خيارا ثالثا وهو تطوير الإنتاج. أظن أن اللجوء للاستدانة بدون شروط تعزيزية راح يكون من الأحسن بالنسبة للجزائر، لأنه طبعا النقود راح يتسبب في تضخم وفي انهيار مستمر للدينار الجزائري. هي مجرد نظرة استشرافية لبعض المحللين الاقتصاديين، وإذا تحتم الأمر فإني مع خيار التوجه إلى الاستدانة الخارجية وعدم تعويم العملة وتنزيل القدرة الشرائية للمواطنين. أنا أفضل الاستدانة، لأن الاستدانة تخليك بها تولي تخدم بها 13 درهم تاع مواليك، بس كبات تطبع تبقى راقد وطبع راقد وطبع راقد حتى الآخر، تروى غير الطبيعة. أكيد نفضل طبع النقود على الاستدانة، والنقود هذوك نوسعوا بهم الاقتصاد الوطني، التنمية تكون سواء كانت فلاحية أو يعني نديفلوبي بهم الاقتصاد. أنا ما نفضلش الاستدانة لأنها تولي عندك تبعية لدول أخرى. أنا نفضل أنه يكون أنه نية وخلق نظام جديد، منظومة جديدة، يعني تحسن الاقتصاد الوطني وتفكر حلول جديدة. الأمرين أحلاهما مر، وراح يفكرون بأيامات التسعينات، وأنا ننظر كلاهما مر، ونتمنى الجزائر ما تطيحش في أزمة كما هذه.